ما كنتم متابعون اهلا وسهلا بكم واسعد الله صباحكم بكل خير. تلاقي جديد عبر البي ان اف ام. اهلا وسهلا بكل الناس اللي بتستمع عبر الاثير الموجه 91، كل الناس اللي بتتابع ايضا عبر البث المباشر لشاشه قناه النيل الازرق او صفحه قناه النيل الازرق بفيسبوك. عدد من التفاعلات والتعليقات اكيد حنفرد لها مساحه وحنستعرضها من خلال هذا التلاقي المميز، ايضا مساحات غنائيه رائعه جدا وحتكون معنا ضيفة لطيفة في مقبل الإطلاق المساحات بإذن الله تعالى أو في خواتيم هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم. اشتفت لي ساعة المساء برد الجناح لملم مصابيح النهار. اشتفت لي ساعة المساء فرد الجناح لملم مصابيح النهار. والكون شرب لون الجراح والعد منامت الجروح والليل لبس أجمل وشاح. في اللحظة دي اشتفت لي وكايس مجيد وداي
قلت لك شو قصه حبر احلى احلى في اللحظه دي اشتقت لك شو قصه حبر احلى احلى يجو في الشتاء عطشانة تحلم بالخريف بديت ضعيف في اللحظة دي اشتقت لك اشتقت لك في اللحظة دي اشتقت لك اشتقت لك واحتجت لك وحدي التليل